استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله هذا اليوم في قصر الصخير الفريق أول كينث ماكنزي قائد القيادة المركزية الأمريكية بمناسبة زيارته للمملكة. ورحب صاحب الجلالة بقائد القيادة المركزية الأمريكية معربا عن اعتزاز مملكة البحرين بما يجمعها بالولايات المتحدة الأمريكية من علاقات تاريخية راسخة وشراكة وثيقة ترتكز دعائمها منذ عقود طويلة على الثقة والاحترام والتنسيق المشترك كأصدقاء وحلفاء. وأشاد جلالته بالتقدم المستمر الذي تشهده العلاقات البحرينية الأمريكية في كافة المجالات في ظل الحرص المتبادل على تطويرها وتنميتها، وخاصة على صعيد التنسيق العسكري والتعاون الدفاعي بما يحقق الأهداف والمصالح المشتركة. وأثنى جلالته على الدور المحوري الذي تطلع به الإدارة الأمريكية وجهودها الفاعلة بالتعاون مع الدول الحليفة في ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة وتعزيز الأمن والسلم الدوليين، مؤكدا دعم المملكة الدائم ومساندتها لهذه الجهود والمساعي الإقليمية والدولية، ومنوها حافظه الله بجهود الفريق أول كينث ماكنزي لتطوير التعاون البحريني الأمريكي في المجال العسكري والدفاعي. كما تم خلال اللقاء تبادل وجهات النظر بشأن المستجدات الإقليمية والدولية بالإضافة إلى تطورات الأحداث التي تشهدها المنطقة.